مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حصاد لأنشطة القوات المسلحة خلال أسبوع، حيث قام الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي برفقة رئيس الأركان الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من قادة القوات المسلحة بزيارة إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك لتقديم التهنئة للبابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأكد القائد العام أن مصر ستظل قوية بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني في مواجهة كافة التهديدات والتحديات التي تهدد الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مستعدون للتضحية والعطاء لمواجهة دعاة الهدم والتخريب التي حرمتها كافة الكتب السماوية، وأنه يجب الانتباه إلى ما يحاك من مؤامرات لبعض القوى الإقليمية التي تهدف إلى النيل من مصر وقواتها المسلحة. وأعرب القائد العام عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا توادروس الثاني، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار. من جانبه أكد قداسة البابا توادروس الثاني على وقوف جميع المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم في مواجهة كافة العدائيات والتحديات التي تواجه الوطن، وأن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، مقدما الشكر والتقدير لجهود رجال القوات المسلحة المشاركين في تأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد بجميع المحافظات. تشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة قادر 2020، حيث أوضح المتحدث العسكري أن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، شاركت في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط. هذا ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة، ما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات في كلا الاتجاهات. وأيضا في توقيت متزامن، حيث تعد مناورة قادر 2020 تأكيدا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية. نفذت القوات البحرية عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعاتها القتالية، إضافة إلى إحدى الغواصات الحديثة وعدد من وحدات مكافحة الغواصات. شهد تدريب إشراك القوات الجوية إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية. في إطار خطة الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة المصرية، قامت القوات البحرية المصرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات من طراز مسترال جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية، والتي شملت الفرقاطات طراز جو ويند، طراز بيري، ولنشات الصواريخ من طراز سليمان عزت، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز 209، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية. وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية، والذي جاء متمثلا في اشتراك الطائرات الهليكوبتر الحديثة من طراز كاموف.
وطائرة الأباتشي. والطائرات المقاتلة من طراز F-16. إضافة إلى الطائرات من طراز تشينوك. في ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية. حيث تميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية، سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة. عكس ذلك صورة واضحة لإمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي، والذي يتطلب تنسيقات على جميع المستويات. كما شهد التدريب أيضا قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهليكوبتر من طراز SH-2G بتنفيذ إطلاقات ناجحة من التوربيدات المضادة للغواصات في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات. وقد شهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. قامت المنطقة الغربية العسكرية بفتح أبواب مستشفياتها العسكرية أمام المواطنين في نطاق المسؤولية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي في كل من سيوة والسلوم ومطروح وسيدي براني. هذا وحرصت وبتنسيق مع عدد من المؤسسات الطبية المدنية المختلفة على الوصول للتجمعات القبلية في أماكن وجودهم وتقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من 11,086 حالة مرضية في عدد من التخصصات الطبية المختلفة. يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها القوات المسلحة انطلاقا من مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية. نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الثانية بمشيخة الأزهر الشريف، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعي فئات المجتمع بالأعمال البطولية للقوات المسلحة من أجل القضاء على الإرهاب ودورها في تحقيق التنمية الشاملة. وخلال الندوة تم عقد محاضرة عن مساهمة القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتقديم الدعم لقطاعات المجتمع المدني من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري. وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكري الثالثة لكرة القدم مصر 2021، التي تعتبر أول بطولة كأس عالم عسكرية في نسختها الجديدة. تقام البطولة بالقارة الإفريقية ويشارك بها 16 منتخبا على مستوى العالم. وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم مصر 2021، والتي تعتبر أول بطولة كأس عالم عسكرية في نسختها الجديدة تقام بالقارة الإفريقية ويشارك بها 16 منتخبا على مستوى العالم.
وألقى مساعد وزير الدفاع كلمة أكد فيها أن تعزيز المنافسة الرياضية والتربية البدنية بين أفراد القوات المسلحة في مختلف دول العالم هدف نبيل تسعى إليه كافة الجيوش، موضحا أن القوات المسلحة المصرية ممثلة في جهاز الرياضة العسكري تعد بتنظيم رائع ومميز للبطولة التي تقام لأول مرة في قارة إفريقيا في نسختها الجديدة كأفضل ما يكون بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم. وألقى السيد هيرفي روبرت رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية كلمة أعرب فيها عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم العسكرية الثالثة وثقته أن تنظيم البطولة سيكون على أفضل ما يكون، موضحا أن الشعب المصري من الشعوب المحبة لكرة القدم ولجيشهم الوطني، موجها الشكر إلى جميع الجهات الحكومية التي ستشارك المجلس الدولي للرياضة العسكرية في تنظيم البطولة. حضر مراسم توقيع العقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية بمصر وإفريقيا. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرض لأنشطة القوات المسلحة خلال أسبوع. دمتم في أمان الله.